السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يكون الفيديو الجزء الخامس من سلسلة النصر السعودي ضد أقوى فرق أوروبا. النهارده هيكون أول ماتش في الحلقة هيكون قصاد توتنهام الإنجليزي، ده الماتش ال 13 للنصر في السلسلة، واكتبوا توقعاتكم للماتش هيخلص على إيه، ويلا بينا بسرعة نبتدي ماتش توتنهام. رزع رونالدو، حلو حلو رونالدو. هلا رونالدو، حلو حلو روزوفيتش. هلا رونالدو، كريستيانو رونالدو. ارزع رونالدو، كريستيانو رونالدو تاني. قافلين عليه المساحات. تعود الكرة إليه مرة أخرى، ينجح في تمريرها إلى توليسكا. ارزع حلو تاليسكا. الشوط الاول خلص 0-0، يعني احنا كنا مستحوذين وخطر على جون توتنهام، بس هنحاول في الشوط الثاني ان احنا نخلص الكور كلها في الجون. ارزع ماني، رفع بعيدة شوية بس ممكن. حلوة حلوة، غلطة من الدفاع والله بوظت الدنيا. ما اعرفش المدافع في ايه، انا برجع الكرة للمدافع او الحارس، ما اعرفش هو مستني ايه. ارزع غنام، ارزع رونالدو. الماتش خلص 1-0 لتوتنهام بسبب غلطة من الدفاع، والله غلطة عيال صغيرة، معرفش أنا عمال أرجع كرة للحارس، مفيش خالص اللاعب ما بيرجعش كرة. يعني شايفين الإحصائيات، شوفوا الشوط على الجون، هما شاطوا كورة جت على الجون اللي هي بسبب الغلطة اللي أنا عملتها، وأنا شطت 13 كورة منهم 6 على الجون. أنا عايز حضرتك تقنعني إزاي؟ عندنا باريس سان جيرمان ضد الارسنال 1-1، عندنا طبعا توتنهام غلبونا 1-0، عندنا البايرن كسبوا 3-0 على نابولي، وبرشلونه فازوا 2-0 على انتر، وجلاتا سراي ضد اي سي ميلان خلص 0-0، عندنا ليفربول فازوا 2-0 على اليونايتد، وعندنا السيتي اتعادلوا 1-1 مع بورتو، ولايبزيج فازوا 4-2 على اياكس، وعندنا اتلتيكو مدريد فازوا 1-0 على ريال مدريد، وعندنا دورتموند اتعادلوا مع بيشكتاش 1-1. الترتيب عندنا احنا كده مركزنا 16. تاني ماتش في حلقة النهاردة ضد الارسنال، انا شايف ده الماتش هيكون اصعب من توتنهام. توتنهام الماتش كان سهل بس بغلطة كسبه. نخش على ماتش الارسنال ونشوف هنعمل ايه. كريستيانو رونالدو بكل قوة، بكل اصرار واصل مشوار. حد جريلو، لعب الدماغ، ايوه جون يا تاليسكا، هو تاليسكا عاش في اول 4 دقايق جبنا جون بتاليسكا. حلوه الهجمه، كريستيانو اداها لماني في مساحه ولا اروع، وتاليسكا شايفين التحرك قدر يهرب من المدافع وحطها بالشمال في الجون. رونالدو يلا ارزع رونالدو، حلو حلو من زاويه ضيقه بس قدر ان يشوط على الجون. الله بروزوفيتش، تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير. يا حكم يا حكم، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. فين الدفاع فين الدفاع؟ يلعب كرة ساقطة، الدفاع اختفى والله، يعني كرة انفراد بسهولة. يحاول ان يلعب كرة، اضغط عليه ما تسيبوش ما تسيبوش. تمريرة جميلة، الحمد لله عدت. مش عارف فين الدفاع والله، الدفاع فين؟ كرة ملعوبة إلى إنكيتيا، لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. خلص الشوط الأول 1-1، يعني الدفاع برضه هو المشكلة. كور بتعدي، كور ساذجه قوي بتعدي من الدفاع. هنشوف الشوط الثاني هنعمل ايه. اقطع اقطع تسلل،
حارس المرمى ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. رأسية. يحاول تاليسكا دفاع الفريق الخصم. تاليسكا حطاش في الزاوية. يحاول تمريرها من بين الذي باصة. يا حكم يا حكم. الماتش خلص 2-1 لارسنال. يعني انا ما اعرفش والله ايه المستوى بتاع النصر ده في الدفاع. غلطات كلها ما بيطلعوش بالدماغ، دي مشكلتهم. فدي تاني هزيمه لينا في الحلقه قصاد توتنهام وقصاد الارسنال، يعني الفرق الانجليزيه كده النصر مش قادرين عليها. باريس غلبوا دورتموند 3-1، وعندنا توتنهام فازوا 3-0 على جلاتا سراي، وعندنا البايرن فازوا 1-0 على انتر ميلان. برشلونه واسي ميلان خلص تعادل سلبي 0-0. عندنا ليفربول ونابولي 0-0. عندنا السيتي فازوا 1-0 على اليونايتد. بورتو واياكس 0-0. عندنا ريال مدريد فازوا 3-0 على لايبزيج، واتلتيكو مدريد فازوا 1-0 على بشكتاش. الماتش اللي جاي هيكون قصاد دورتموند، ده اخر ماتش لنا في الحلقه بتاعت النهارده. فخسارتين، مستوى برضو يعني كويس في الهجوم بس الدفاع فيه مشاكل كتير جدا. فنحاول ماتش دورتموند يكون اخر الفيديو كده، نحاول نكسب علشان يبقى حسنة واحدة في الفيديو كده تغفر لنا باقي الخسارات اللي احنا خسرناها. فنحاول ماتش دورتموند كده ان احنا نكسب، ونبتدي الماتش ونشوف هنعمل ايه. يحاول تمريرها من بين المدافعين، يلعب كرة طويلة، هل يمكن ان يستغل الفرصة ان يسجل؟ عملنا صح كده. الماتش خلص 0-0. حظنا النهارردة كان وحش في الحلقة، كلها طبعا ماتشين خسارة وماتش تعادل، هجمات كتير. يعني احنا مستحوذين على الماتش بنسبة كبيرة، وهجمات وشوط من رونالدو، بس حظنا النهاردة وحش. نشوف نتائج الماتشات. عندنا باريس واتلتيكو تعادلوا 0-0، ماتشنا طبعا خلص 0-0. عندنا الارسنال فازوا 4-0 على توتنهام. بايرن ميونخ فازوا 3-0 على إيس ميلان، وعندنا برشلونة فازوا 1-0 على جلاتا سراي. عندنا انتر ميلان وليفربول 0-0. عندنا السيتي فازوا 1-0 على نابولي، وعندنا اليونايتد فازوا على اياكس 1-0، وعندنا ريال مدريد فازوا 3-1 على بورتو، وعندنا لايبزيج فازوا 2-0 على بشكتاش. دي الجولة ال 15. كده ترتيبنا دلوقتي احنا ال 16، 15 نقطة، اتعادلنا 6 ماتشات وخسرنا 6 ماتشات وفوزنا 3 ماتشات. عندنا في الحلقة اللي جاية هيكون الجولة 16، هنلاعب اتلتيكو مدريد، ماتش هيكون صعب. النهاردة الحلقة كانت يعني مش موفقين فيها، هجمات كتير، الاستحواذ كتير، هجمات احنا بنشوط اكتر من الفريق اللي قصادنا. زي ما انت شفت توتنهام كان شوطنا احنا حوالي 13 كورة، هم شاطوا كورة واحدة بغلطة من الدفاع خسرنا. فبكده يكون فيديو النهاردة خلص، وطبعا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.